السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سوف نقوم من خلاله برسم أسد باستعمال الألوان الخشبية. بالنسبة للأدوات التي سنستعملها في هذه الرسمة، فهي ملونات خشبية من فئة فابر كاستل التي تعتبر يعني أحسن فئة للرسم بالألوان الخشبية، بالإضافة إلى فتر من يعني لرسم التفاصيل والجزئيات الصغيرة ولإدخال الضوء في الرسمة، بالإضافة إلى ورق من فئة 190 غرام وممحات فابر كاستل. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. فأسهل طريقة لتعلم فن الرسم هي الملاحظة، يعني أن تلاحظ كيف يقوم الرسام برسم لوحاته يعني من الصفر، وأن تقوم باستعمال نفس الأدوات وتحاول استعمال نفس الطريقة للحصول على نفس النتيجة. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، وإن أعجبكم لا تنسوا أن تشاركوه مع أصدقائكم ومع أي شخص ترون فيه أنه يرغب في تعلم فن الرسم وفرجة ممتعة.